وجينا نعمل اللونج كورد اللي هو خط مستقيم، كانت الزاوية ما بين اللونج كورد وما بين التانجنت كام؟ دلتا على الاثنين. دلتا الاثنين. برافو عليك. الزاوية ما بين التانجنت وما بين الخط المستقيم كانت دلتا على الاثنين، يعني لما كان عندي زاوية مركزية قيمتها دلتا، الخط المستقيم انحرف عن التانجنت نص الزاوية. تمام؟ خلينا نروح للسلايد رقم 38 عشان زميلنا عنده سؤال فيها. دي السلايد رقم 38. اتفضل، اللي كان بيسأل. هي ايه نقطة البي او سي دي؟ بوينت اوف كيرف. طب انا دي محتاج ان انا احدد الزاويه بتاعت الزاويه بتاعتها دي ليه؟ ما هو انت لو سمعت اللي انا هقوله دلوقتي، احنا لما بنيجي نوقع في كذا طريقه للتوقيع. خلاص، فرضا ان انا خلاص خلصت الكيرف وصممته وجبت نصف قطره وكل حاجه اللي احنا هنحسبه مع بعض. تمام؟ الكيرف لما اجي انفذه على الطبيعه بعمل عمليه توقيع. في كذا طريقه انتوا خدتوهم في المساحه، وانا متاكده ان انتوا خدتوهم يعني، بس احنا مش هنركز عليهم تاني لان احنا يهمنا اكتر طريقه كومن احنا بنستخدمها في الطرق. في طريقه خدتوها زمان اسمها offsets from long chord، خدتوها في المساحه. وفي طريقه اسمها offsets from tangent، ماشي؟ الطريقه، وفي طريقه اسمها الكوارترنج، ان انا في المنحنيات الصغيره قوي اقسم المنحنى لنصين وكل نص اقسمه لربعين واجي اجيب الاوردينت العمودي.